بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتنا اليوم سوف تكون إلى معجزة شرق آسيا، إلى البلد الإسلامي الصناعي الوحيد من بين الدول الإسلامية، إذ أن هذه الدولة التي تقوم بالصناعات الثقيلة وتصدرها إلى دول الغرب. هذه البلد التي تعتبر بحق معجزة وأحد النمور السبعة التي تتميز بها منطقة قارة آسيا. ستكون رحلتنا إن شاء الله إلى ماليزيا، إلى هذا البلد العظيم الذي يشترك مع غيره من الدول العربية والإسلامية من حيث الماضي الاستعماري، ومن حيث أنه كان إلى حد قريب يعتبر من الدول النامية، ولكنها الآن معجزة فعلا، ويحق لنا كمسلمين جميعا أن نعتز بهذه الدولة المعجزة. سنبدأ في مقدمة سريعة ستقدم لنا الطالبة ربع عبد اللطيف حول ماليزيا من حيث خصائصها الطبيعية والسياسية والاقتصادية. تفضلي ربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة ربا عبد اللطيف، سأقدم لكم مدخل إلى دراسة نظام التعليم في ماليزيا، وهي عبارة عن خلفية سياسية واقتصادية اجتماعية وطبيعية عن دولة ماليزيا. بداية سنذهب في رحلة إلى ماليزيا. ماليزيا هي بلد استوائي تقع في جنوب شرق آسيا، مساحتها أكثر من 329 ألف كيلومتر، إذن هي دولة كبيرة جدا. يبلغ عدد سكانها حوالي 28 مليون نسمة، وهذه هي إحصائية حديثة. يفصل بين شطري ماليزيا الرئيسيين كما سنرى بحر الصين الجنوبي. هذه هي خريطة ماليزيا عبارة عن جزئين، هذه ماليزيا الشرقية وماليزيا الغربية. العاصمة هناك كوالالمبور، والعاصمة الفيدرالية ترينغانو. ها هو بحر الصين الجنوبي يفصل بينهما. تعتبر ماليزيا دولة ملكية انتخابية دستورية فيدرالية، وتقسم إداريا إلى 13 ولايات وثلاث أقاليم اتحادية، ويقسم تنقسم كل ولاية إلى عدة أقاليم. بما أن ماليزيا هي اتحاد، فبالتالي حكم البلاد سيكون مقسم بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الولايات. طبعا خضعت ماليزيا للاحتلال الياباني، ولكن بعد أن انتهى هذا الاحتلال عام 1942 أيضا خضعت للحكم البريطاني حتى نالت استقلالها عام 1957. ولذلك سوف نجد أن ماليزيا متأثرة كانت بالثقافة اليابانية والثقافة البريطانية. أيضا في نظام التعليم الخاص بها كان لهذه الدول أثر عليه. تتمتع ماليزيا ببرلمان ديمقراطي، وهي عبارة عن مملكة دستورية كما سبق وتحدثنا. كوالالمبور كما قلت هي العاصمة الرسمية لماليزيا، وهي أكبر مدينة في ماليزيا، ولكن العاصمة الفيدرالية الإدارية هي بوتراجايا. يتكون السكان من خليط من الأجناس المختلفة، هناك تنوع سكاني كبير في ماليزيا. المالبون والصينيون والهنود هم السكان الأساسيين في ماليزيا، يعني أكبر مجموعات سكانية، ولكن هناك العديد من السكان الآخرين من الأعراق المختلفة. اللغة الرسمية فيها رغم تنوع الثقافات والأجناس التي تسكن ماليزيا، إلا أن اللغة الرسمية فيها هي لغة واحدة فقط، وهي اللغة الماليزية، يعني لغة موحدة. طيب لماذا قد تكون اللغة موحدة في ماليزيا؟ لماذا برأيكم؟ بلد كبيرة جدا، فيها تنوع ثقافي كبير وتنوع سكاني، لكنها تعتمد لغة واحدة في التواصل والدراسة وكل شيء، هي اللغة الماليزية. طبعا هذا السبب في ذلك هي أن حكومة ماليزيا ترغب في أن توحد هؤلاء السكان المختلفين من الأعراق المختلفة، توحدهم تحت لغة واحدة، ما يعني تريد أن تجعل هناك رابط مشترك بين هؤلاء السكان.
الديانة الرسمية في ماليزيا كما نعلم هي الإسلام، وإذا رأينا هذه الصورة سوف نعرف أن الديانة هي الإسلام، لأن هذا العدد الكبير من المصلين هو في صلاة الفجر في ماليزيا. المسجد كما نرى ضخم. أي هذا هو توزيع الديانات في ماليزيا. الإسلام هي الديانة الكبرى في ماليزيا وتبلغ 60% من عدد السكان، 20% هم من البوذيين، 9% مسيحية، و 6.3% هندوسية، وديانات صينية 2.6%، وديانات أخرى 1.5%، وهذا المثلث الصغير جدا 8% هم لا دينيون. بالنسبة للاقتصاد، هذه هي العملة الماليزية تدعى الرينجت، كما نرى رمز الزهرة. على بدأت ماليزيا في السبعينيات تقلد اقتصاديات الدول النمور الآسيوية الأربع، ثم ألزمت نفسها بالانتقال من كونها تعتمد على الزراعة والتعدين إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على التصنيع، حتى أصبحت من أكبر الدول الصناعية. الزراعة كانت هي القطاع السائد في ماليزيا، ولكن لاحقا بعد أن تطورت ماليزيا أصبحت تعتمد بصورة أكبر على الصناعة. غالبية المنتجات الزراعية هي المطاط، زيت النخيل، الكاكاو، الأرز، الخشب، الأناناس، جوز الهند والفلفل. التعدين يساهم في 12% من عائدات الصادرات التجارية، وقد ازداد اهتمام الحكومة بشكل كبير بالصناعة حتى أصبحت كما قلنا من أهم الدول الصناعية. من أهم منتجاتها الصناعية المنسوجات والملابس والأحذية والمنتجات الكيميائية والبترولية. ومن أبرز القادة الماليزيين الذين ساهموا في نهضة ماليزيا، هذه النهضة الكبرى، هو القائد رئيس الوزراء مهاتير محمد. مهاتير محمد هو رابع رئيس للوزراء في ماليزيا، قضى فترة 22 سنة في منصب رئيس الوزراء، وهذه من أطول سنوات الحكم في العالم. كان أول رئيس وزراء في البلاد ينتمي لأسرة فقيرة، حيث كان رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين ينتموا للأسرة الملكية أو من عائلات النخبة. كان له دور كبير في تطور ماليزيا بشكل كبير، حيث عمل على تحويل ماليزيا من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية إلى دولة صناعية متقدمة. يساهم قطاع الصناعة والخدمات فيها بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي. أصبحت نسبة صادرات السلع المصنعة في ماليزيا تبلغ 85% من إجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية. إذن السيارات تسير في الشوارع الماليزية هي سيارات ماليزية الصنع. انخفضت نسبة السكان في حكم مهاتير محمد، انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر إلى من 52% من إجمالي السكان عام 1970 إلى 5% فقط في عام 2002. تخيلوا الفارق الكبير، أكثر من نصف السكان كان يعيش تحت خط الفقر، أصبح فقط 5% عام 2002. وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولار عام 1970 إلى 8862 دولار في 2002، أي أن دخل المواطن زاد أكثر من 7 أمثال ما كان عليه منذ 30 عاما. وأيضا نسبة البطالة انخفضت في حكم مهاتير محمد إلى 3% فقط. هذه بعض الصور لدولة ماليزيا، شلالات، مناظر طبيعية جميلة. هذا مسجد في ماليزيا. هذه صورة للبرجين التوأم، وهو من أعلى الأبراج في العالم، كان أعتقد خامس أعلى برجين في العالم الآن، ولكن في فترة ما كانوا أعلى برجين في العالم. هذا فقط، شكرا. نشكر ربا طبعا على هذا العرض المفيد والممتع كذلك. أكيد بعد ما شاهدنا الصور، هذه الصور طبعا سريعة لماليزيا، فعلا حيكون تشوق لزيارة هذا البلد. وعلى فكرة يعني ماليزيا ترحب جدا بالزوار والطلبة الفلسطينيين، حيث أنها يعني تقدم تسهيلات واضحة بالنسبة للتأشيرات لمن يريد أن يزور ماليزيا، وتقدم كذلك تسهيلات للطلبة الفلسطينيين. يمكن سمعنا عن كثير من الطلبة
اللي بيكملوا دراساتهم العليا الماجستير والدكتوراه في ماليزيا، حيث يعني انها بلد اسلامي طبعا تتعاطف مع الشعب الفلسطيني، يعني لها يعني مواقف سياسيه مشرفه، وكذلك يعني وضعها بالنسبه للتعليم العالي متقدم جدا. هناك الالاف من الطلبه من دول الخليج والسعوديه يعني يقفوا بالطوابير بانتظار طبعا السفر الى ماليزيا والدراسه هناك، لانها تعتبر كما يعني اسبقنا من اشهر ويعني اكثر جامعات اسيا تقدما، وكل عام لها نصيب ضمن افضل جامعات العالم. سنبدا ان شاء الله بدراسه حول ماليزيا، التقديم اللي قدمته ربا يعني مشكور عليه، يعني كان يمكن يفي ببعض المعلومات السريعة المفروض احنا نعرفها عن ماليزيا، ممكن نضيف بعض الإضافات البسيطة، ومن خلالها من خلال هذا التقديم أرجو نحن كنا نكون فعالين الآن، ونحاول نحن نستنتج يعني ما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على تعليم ماليزيا وكيف حيكون تأثيرها بالتالي. طبعا يعني عرفنا يعني كل هذه المعلومات موجودة عندكم، وبالنسبة لاستقلالها يعني كانت هي بالسابق دولة محتلة، وكانت أحد الدول النامية زي ما حكينا، هي تشترك مع الدول الإسلامية والعربية في أنها كانت دولة تقع تحت الاحتلال، يعني هي كانت تحت الاحتلال الياباني ومن ثم تحت الاحتلال البريطاني، وهذا طبعا حنشوف أثره في التعليم فيما بعد، ولكنها نهضت على قدميها سريعا، وهي وجه الخلاف بينها وبين الدول العربية، يعني هي مشتركة معها بالهوية الإسلامية وفي الماضي الاستعماري، ولكنها لم يعني توافق أو لم ترضى أن تقبع ضمن اللي هو صفوف اللي هو دول النامية، إنما نهضت سريعا وأصبحت فعلا تعتبر أو تطلق عليها الآن معجزة شرق آسيا، وأحد النمور الآن صاروا سبعة ذكرتهم اللي هو ربا أربعة، أحد النمور السبعة التي يعني تزدان بها قارة آسيا، كل بفضل هذا الرئيس المعجزة رئيس الوزراء الأسبق اللي هو الدكتور مهاتير محمد، إلنا وقفة معه إن شاء الله في خلال عرضنا اليوم. زي ما قدمنا في البداية، هي الدولة الصناعية الوحيدة الإسلامية بين قوسين التي تقوم بالصناعات الثقيلة، وللأسف أنه كثير من الدول العربية والإسلامية يعني الصناعات اللي عندها محدودة جدا، يعني تكاد تكون في مجال الأغذية فقط أو الصناعات كثير خفيفة. هذه الدولة صناعية وليست يعني صناعية حتى عادية، الصناعات الإلكترونية يعني الصناعات الثقيلة زي صناعة وسائل النقل تشتهر، حتى أن السيارات الماليزية ليس فقط في ماليزيا تسير، وإنما تسير كذلك في شوارع أوروبا، فهذه طبعا شهادة رائعة بالنسبة لماليزيا، كل هذا في غضون عقود قليلة من الزمن. وكذلك هي يعني من الدول السياحية المشهورة، لماذا؟ زي ما شفنا بالصور قبل قليل، يعني هي عندها مناظر طبيعية خلابة ساحرة ما بين اللي هو طبعا الأنهار والبحار والجبال الخضراء، وكذلك هي تشتهر بعمرانها الرائع جدا، فنادقها بتكون معدة، بالإضافة شفت المسجد اللي هو مسجد كان رائع جدا. وعلى فكرة بالنسبة للمسجد اللي عرضته ربا قبل قليل، هذه صلاة الفجر وليست صلاة الجمعة، المساجد مليئة بالمصلين ليس في الساحة فقط وإنما في الطوابق، لو تأمنا في الطوابق أيضا يعني هي مزدحمة بالمصلين في صلاة الفجر، هذا مؤشر على مدى التزام الشعب الماليزي بالديانة الإسلامية وبالتربية الإسلامية، فطبعا هذا يعني أكيد برضه يعني حينعكس على التعليم كون أنها ماليزيا تعتز بهويتها الإسلامية. الآن من خلال المعلومات السابقة كنا نحاول ان احنا نحلل ما هي العوامل التي اثرت على التعليم في ماليزيا وكيف كان تاثيرها. بالنسبه للعوامل السياسيه، كما عرضنا سابقا ماليزيا وقعت تحت الاحتلال عده مرات، اخرها كان اي احتلال؟ الاحتلال البريطاني، بعد استقلالها سنه 57 يعني اكيد اخذت فتره من يعني تحاول انها تشبع قدميها قليلا، يعني فترة نقاها استمرت حتى عام 63 إلى أن أصبح لها وجود ولها اسم بين دول العالم. هذه الانطلاقة بعد الاحتلال يعني ماليزيا حسبتها جيدا أنه لابد أن تقفز بسرعة حتى تصبح من الدول القوية ذات الاعتبار بالنسبة لآسيا وللعالم. فمن أين ستبدأ؟ ما هي نقطة البداية؟ احنا من خلال دراستنا التربوية المقارنة اكيد كلنا توصل انه اي دولة قوية يجب ان ترتكز على نظام تعليمي قوي، يعني ما نبدأ بالتغيير نبدأ بالتطوير والتنمية والاستثمار في شتى المجالات، من اين نبدأ دائما؟ حنبدأ من التعليم، وهكذا يعني فعلت ماليزيا، بدأت من تطوير التعليم، ولكن طبعا ماليزيا
هنا تأثرت بالتجربة اليابانية والتجربة البريطانية، على أساس أن اليابان كانت محتلة ماليزيا فترة، وكذلك بريطانيا احتلتها، وكذلك اليابان مجاورة نوعا ما، اليابان والصين لماليزيا من خلال عرض روبا. يعني حذكركم أنه وين موجودة، اللي هو ماليزيا في شرق آسيا، يعني بالقرب من اليابان والصين، وأيضا وقعت تحت الاحتلال البريطاني. هل حسب رأيكم هل من الخطأ، أو يعني من يعني أنه عدم الاعتزاز بالهوية والثقافة الوطنية، أن احنا نحاول أن نستعير بعض الخبرات التعليمية من البلدان الأجنبية؟ هل هذا خطأ؟ لماذا؟ مين تفسر؟ تفضل يا اسلام. يعني مظلة المؤمن ان وجدها فهو اولى الناس بها، فالمهم اللي يستفيدوا من الخبرات الثانيه حتى يطوروا انفسهم. ممتاز، هذا هو الهدف من دراسه التربيه المقارنه، انه يعني لا يضير اطلاقا ولا يتعارض اعتزازنا بهويتنا وثقافتنا الاسلاميه والعربيه مثلا، ان احنا نستعير بعض الخبرات التعليميه الناجحه، وهذا ما يعني طبقته ماليزيا، استعارت الكثير من الخبرات الناجحه. ويعني هذا في حتى قول ممتاز جدا للعالم اللي هو التربيه المقارنه فيكتور كوزاين، انه ليس عيبا ان احنا ننقل من الدول الاخرى، ولكن ان احنا في نفس الوقت ايش نحافظ على ثقافتنا وهويتنا. وهذا حدث تماما في التجربة الماليزية بالنسبة للتعليم، يعني هي كثير استفادت من خبرات الغرب، ولكنها طبعتها كلها بطابع إسلامي. حنلاحظ لما ندرس مراحل التعليم أنه في كل مراحل التعليم في تركيز على التربية الإسلامية والتربية الأخلاقية، يعني في مواد بدرسوها الطلبة في المدارس باسم التربية الإسلامية، في أيضا بعض المساقات أو المواد التربية الأخلاقية، في اهتمام بتحفيظ القرآن الكريم. ويمكن مشهد المصلين في المسجد، يعني هذا المشهد كان دليل على التزام الشعب الماليزي بالإسلام، وطبعا أكيد مؤسسة التعليم لها دور رائع في هذا المجال. ثم العوامل السكانية والاجتماعية كذلك أثرت على التعليم. درسنا لسه قبل قليل أنه عدد سكان ماليزيا 28 مليون نسمة. طب هذا بالنسبة لتعداد السكان يعني مقارنة مع دول العالم، هل يعتبر هذا العدد عدد كبير؟ عدد السكان العدد محدود، يعني العدد يعني يعتبر أقل من المتوسط بالنسبة لعدد سكان دول العالم. وطبعا هذا يضع ماليزيا أمام تحدي واضح. صح أنه عندها ثروات طبيعية، صح أنه يعني عندها يعني كانت بعض المزروعات المهمة جدا هي بتصدرها، ولكن هنا لابد من ماليزيا أنها أنها تحاول تكثف جهودها في استثمار البشر. وكيف سيتم لو استثمار البشر أو استثمار العقول؟ كيف حيتم؟ أكيد من خلال مؤسسات التعليم. فكان للعامل السكاني أنه عدد السكان محدود، هذا وضع اللي هو ماليزيا أمام ضرورة أنها تكثف طبعا برامجها ومناهجها الاستثمارية من خلال مؤسسات التعليم في بناء الإنسان الماليزي المتقدم والحضاري والمتطور، حتى يعني تستطيع بعدد السكان المحدود أنها تتطور سريعا. لو قررنا ماليزيا مع الصين، كيف حتكون اللي هي الثروة البشرية؟ الثروة البشرية يعني بالصين يعني كتير كبيرة. في أمريكا عدد السكان طبعا زي ما أخذناه يعني كبير جدا، فحتكون الثروة البشرية أيضا عظيمة جدا. فإذا ماليزيا لابد أنها يعني تصنع من هال 28 مليون تصنع منها ثروة بشرية متقدمة. الآن يعني الثروات في العالم لم تعد محصورة في الموارد الطبيعية فقط، وإنما أعظم ثورة إيش هي؟ الإنسان، العقل البشري، يعني هذه أعظم ثورة، وهنا من هنا سيبدأ الاستثمار. هذا بالنسبة للعامل السكاني. أما العامل الاجتماعي، مر معنا سابقا أنه ماليزيا يعني تقسم إلى أجناس متفرقة وإلى قوميات مختلفة، وهذا حيكون كتير صعب بالنسبة للتعليم في ماليزيا. في عنا اللي هم السكان الأصليين الماليزيين نفسهم، واللي هم بتعاملوا زي ما حكت ربا في اللغة الملوية أو الماليزية. في عنا سكان تانيين زي ما استعرضنا قبل قليل بمثل قطاع كبير، السكان الأصليين من 50 إلى 60، والباقي صينيين وهنود وعرب وأجناس أخرى. طيب هذا التنوع الثقافي الاجتماعي ممكن يعمل عقبة أو معوق بالنسبة للتعليم ولا لا؟ أكيد طبعا، لأنه في عندي أنا يعني قوميات مختلفة، ثقافات مختلفة، ولغات مختلفة. لكن ماليزيا يعني هي وظفت هذا العامل في تطوير التعليم وليس العكس. كيف؟ كيف استفادت منهم؟ بيل جاوبني، كيف استفادت من هذه القوميات المختلفة والثقافات المختلفة؟ هل كان لها يعني فعلا مردود إيجابي؟
طبعا التنوع ممكن يكون زي ما حكينا سلبي او ايجابي، ولكن التنوع اذا احسن استثماره جيدا حيكون ايجابي بالنسبه للتعليم، حيعمل لي تنوع في الخبرات وتنوع ايضا في الافكار، تنوع في اللي هو الاستثمار كذلك. يعني في قول انه السكان الصينيين في الصيف في ماليزيا لهم دور كبير في تطوير البلد، لانه معروف على الانسان الصيني الجد والاجتهاد، يعني الشخصيه الصينيه اثرت بثقافتها المجدة والمجتهدة على اللي هي الثقافة الماليزية، يعني هذا أعطى المزيد من الحيوية والنشاط للي هم طبعا التجمعات أو المجتمع الماليزي الأصلي. هذه واحدة. اثنين، ماليزيا حاولت أنها تستدرك أي ممكن يصير تمزق بالنسبة للي هو القومية العامة بشكل عام، أنها سمحت للي هم الجاليات أو للتجمعات الوطنية أن يكون لها مدارسها الخاصة، خاصة في أي مرحلة؟ الابتدائيه، اساسا بفضل الصينيين يدرسوا باللغه الصينيه في مدارسهم الخاصه، والماليزيين كانوا يدرسوا باللغه اللي بين قوسين هي الماليزيه ولكن تسمى الملويه. ولكن فيما بعد يعني قبل المرحله الثانويه لابد انه كل اللي درس باللغه الصينيه انه يمر بسنه بنسميها سنه انتقاليه، حيدرس زي اعداد انه يدرس فقط اللي هو اللغه الملويه، كانه يعني هذا الطالب مسافر من بلد لبلد ثاني اجنبي بده يعمل زي سنه بيسموها فاونديشن او اعداد لهذا الطالب حسب اللي هو لغه البلد، ثم دراسه في المرحله الثانويه بتكون باي لغه؟ باللغه الملويه، دراسه في المرحله الجامعيه باللغه الملويه، زي ما عرضنا قبل قليل انه التاكيد على وحده اللغه هنا يعني بيعمل المزيد من التماسك الاجتماعي، ولكن يعني حنلاحظ انه هنا في مراعاه للثقافات المختلفة، مراعاة انه هو يدرس بلغته في البداية بعدين هو ينتظم بالدراسة بلغة اللغة الأصلية للبلد أو اللغة الرسمية للبلد، في صار مراعاة، في محاولة انه كل اللي هو الأجناس والأعراق أنها كلها تنصهر في اللي هو بوتقاء واحدة. العوامل الاقتصادية كذلك أثرت على التعليم، لأنه زي ما أخذنا سابقا ماليزيا في البداية كانت دولة زراعية، يعني كانت ما تعرف إلا الزراعة، كانت تركز على أي زراعات اللي عرضناها سابقا، زراعة اللي هو النخيل والكاكاو والمطاط وغير والتوابل وغير ذلك. الزراعة شيء ممتاز، ولكن الزراعة كم ممكن أن يعني أنها يعني ترفع من اللي هو القيمة أو من ثروة البلد الاقتصادية؟ حتضلها مجالها محدود الزراعة، ولكن يعني ماليزيا يعني قفزت فجأة إلى عالم الصناعة، يعني إحنا منحلل سابقا منحلل فيما بعد سنجد أنها كلها بجهود رئيس الوزراء الأسبق اللي هو مهاتير محمد، فكان لابد أن إحنا نغير من الوضع الاقتصادي المحدود جدا الذي كان يعتمد على الزراعة بشكل رئيسي، لابد أن تصبح هو ماليزيا دولة صناعية. وكان الشعار الذي رفعه هذا الرئيس العظيم اللي حندرس عنه إن شاء الله، الشعار كان ازرع تعليما قويا تحصد اقتصادا قويا. كلكم تأملوا في هذا الشعار، تأملوا فيه وحاولوا بس تربطي لي يعني ما العلاقة بين الاقتصاد والتعليم، ما العلاقة بينهما؟ نفسر، تفضلي. علاقة تربية، كل ما زاد وقوي ممتاز جدا. العلاقة طبعا بينهم علاقة طردية، انه كل ما كان التعليم متقدم كل ما حيصير الاقتصاد متقدم. من حابة تضيف؟ من حابة؟ تفضلي. لو نظرنا الى الدول الصناعية الكبرى في العالم سوف نجد ان نظامها التعليمي ايضا قوي، فهنا نربط ايضا هذه المقولة تكون صحيحة. ممتاز جدا. انه تفضلي مروة. هو كيف بيكون الاقتصاد قوي اذا كان التعليم قوي؟ بانه لما نخرج طلبة وخريجين أحفاء ومتعلمين جيدا وبمجالات متقدمة صناعيا وتكنولوجيا، بالتالي يصبح الاقتصاد قويا عندما نوظف هذه الخبرات. ممتاز جدا. حبيت تضيفه؟ أعتبر انه التعليم هو البذرة التي من خلالها ممكن حصد الاقتصاد. ممتاز. زي ما أكدنا سابقا نقطة البداية دائما في أي تغيير، أو حتى في مصطلح جديد كثير بنسمعه مصطلح الحراك، الحراك الثقافي اللي بيشمل الحراك الاجتماعي، الحراك السياسي، الحراك الاقتصادي، يعني احنا او التغير الثقافي المنشود الذي نرجو ان نصل اليه، يعني لابد من نقطة بداية واضحة جدا، وهي كيف حيكون التغيير؟ تغيير الواقع لابد ان يبدا من تغيير اللي هو العقول في البداية،
يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف حنتغير؟ تتغير عقولنا، أفكارنا، يعني حتى يصير عندنا همة ونشاط واضح جدا لابد من التغيير، بتغيير العقول من خلال المؤسسات التعليمية. هذه المعادلة اللي شفناها في هذا الشعار الواضحة جدا، يعني طبقتها ماليزيا بالذات في حكم هذا الرئيس العظيم، طبقتها انه يعني لابد من توظيف التعليم من اجل الوصول الى دولة صناعية قوية. طب مين تذكر لي يعني او تقترحوا اقتراحات، يعني لو كنت انت ماليزيا ما هي الاقتراحات حسب رايك التي سوف يتم من خلالها توظيف التعليم من اجل اللي هو النهوض بالبلد صناعيا وتكنولوجيا؟ كيف ممكن نوظف التعليم؟ حناخده بالتفصيل في المراحل، بس الآن حاولي تقترحي لنا. تفضلي روان. نجمع بين التعليم الأكاديمي اللي بتشمل على الصناعات يعني النظري والتعليم المهني والعملي. ممتاز، اللي هي الاهتمام بالتعليم المهني. حنهتم بالتعليم المهني في عدة يعني طرق أو في عدة استراتيجيات. رقم واحد زي ما حكت روان إنه في التعليم العام الذي يدار في المدارس، هل حنقتصر على الجانب المعرفي فقط، الجانب النظري؟ وعلى فكرة هذا ما يحدث في اللي هو التعليم العام عندنا للأسف في جميع الدول العربية. أين نصيب التعليم المهني في التعليم المدرسي؟ محدود جدا. تعالوا نشوف، احنا نستعرض بس بالنسبة لنا في غزة، صح غزة لها وضع خاص، غزة تحت الحصار وطبعا ظروفها الاقتصادية محدودة جدا جدا، لكن يمكن وضع التعليم في غزة أفضل من التعليم في كثير من الدول العربية. أين نصيب التعليم المهني؟ يكاد لا يذكر. طيب هذا بالنسبة للتعليم المدرسي أو التعليم العام، يعني كان في اهتمام دمج المقررات النظرية بالمقررات أو باللي هي الجوانب العملية، حتى شوفوا من صف رابع بيبدأ اللي هو تدريس مقررات مهنية في اللي هو صف رابع، لسه اللي هو يعني مرحلة ابتدائية طبعا، في مادة اسمها الإنسان والبيئة وفي مادة تانية اسمها المهارات المحركة، بيبدأ يأخذ اللي هو التعليم المهني. هذه واحدة. اثنين، كيف ممكن نهتم بالتعليم المهني؟ يعني هي دولة صناعية بتحاول أنها تبني زي ما حكينا اللي هي يعني قوة عاملة مدربة ومؤهلة وذات كفاءة عالية. تفضلي. التطبيق العملي اللي بيتم دراسته، الاهتمام بالجوانب التطبيقية صح حتى للمواد النظرية نفسها. يعني ما يلاحظ على ماليزيا واللي بزور ماليزيا بأكد على هذه الفكرة، يعني في ناس كتير هناك زاروا ماليزيا وكتير أعجبوا باللي هو نظام المدارس هناك، في الاهتمام بالتكنولوجيا حندرسها كمان بعد قليل إن شاء الله، اهتمام بالتكنولوجيا يعني كل المدارس والمؤسسات التعليمية يعني اللي هو التقدم التكنولوجي فيها، توظيف الأجهزة التكنولوجية بشكل هائل، يعني حتى تطبيقات العملية دروس النظرية فيه اهتمام طبعا واضح فيها. كيف حيكون الاهتمام كذلك؟ تفضلي. التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في بيان الأمور الخاصة التي يحتاجها القطاع الخاص لتدريب وإعداد العاملين وإحضار. ممتاز جدا. الان بيدرسوا اللي هم الطلبه في بعض اللي هو فروع في المدرسه الثانويه بيدرسوا اللي هو الفرع المهني، او في طلبه زي ما عندنا في مسار اكاديمي، في مسار فني، مسار اللي هو مهني. المسار المهني والفني يعني هذا بيتم اعداده جيدا بالتنسيق بين المدرسه وبين القطاع الخاص، ونقصد بالقطاع الخاص اللي هي مؤسسات المجتمع، المصانع والشركات الكبرى. شوفوا لاي درجه الاهتمام، تخيلوا حتى المدارس المهنيه، المدارس المهنيه في ماليزيا يتم تخصيص المدارس، كل مدرسه بتركز على صناعه معينه وبتم التنسيق بين المدرسه وبين اقرب مصنع اللي هو بيكون المصنع القريب لها تتخصص في نفس الصناعه، والاشراف على اللي هو البرامج المهنيه في المدرسه يتم من خلال هذه المصانع والمؤسسات. اذا هنا في ربط بين اللي هو الجانب بالقطاع الخاص وبين المدارس على اساس انها تكون هنا التربيه او الاعداد المهني يكون يعني اعداد يعني قوي ويعني على كفاءه عاليه جدا. فلذلك في الاهتمام كما نرى من جميع مؤسسات الدوله وليس من خلال اللي هو المؤسسات التعليميه فقط. فاذا العوامل الاقتصاديه كما نرى اثرت على التعليم، انها جعلت من التعليم يعني تعليم عصري، تعليم متطور، في اهتمام بالجوانب المهنية لأن ماليزيا دولة صناعية، فلابد من بناء اللي هو قوة عاملة مدربة. وماذا عن العوامل الأيديولوجية؟ لما نتكلم عن العوامل الأيديولوجية حنرجع لا اللي هي الفلسفة أو الديانة السائدة في ماليزيا. ماليزيا لها وضع خاص، المسلمون هناك يعني تبلغ نسبتهم فقط 60%،
والباقي زي ما عرضتهم ربما قبل قليل ما بين اللي هو مسيحيين نسبة قليلة، وفي اللي هي بوذيين والديانات الهندية كذلك، وفي حتى ناس لادينيين أو علمانية يعني بدون أديان بالمرة. فمفروض أنه يعني نسبة المسلمين صح الأغلبية، لكن في 40% تقريبا غير مسلمين. يعني المفروض الطابع الإسلامي لدولة مثل ماليزيا ما يكون واضح تماما، ولكن قوة الالتزام لدى الشعب الماليزي جعلت من ماليزيا دولة يعني واضحة الهوية، يعني معتزة بثقافتها الإسلامية. ولذلك من خلال ما هو برامج التعليم نحن ندرسها إن شاء الله، يعني ماليزيا هناك يعني عندها في كل البرامج تركيز واضح على الهوية والثقافة الإسلامية، يعني هي معتزة تستند فلسفة التربية فيها إلى الفلسفة الإسلامية مع تأثرها بالفلسفات الأخرى، ولكن زي ما اتفقنا في بداية المحاضرة هي تأخذ من كل الفلسفات المفيد النافع بحيث ما يتعارض مع ثقافتها الإسلامية، فهي متأثرة بالفلسفة البراغماتية وتتأثر كذلك بالفلسفة الكونفوشية اللي سائدة في الصين واليابان، لكن هي بتأخذ منها النافع. وهناك يعني قائد عظيم جدا هو الرئيس الدكتور مهاتير محمد، كان له الأثر البالغ في نهضة ماليزيا، حتى أنه يلقب باني نهضة ماليزيا، فهو يعني قائد عظيم. هذا القائد فكره يعني كان واضح جدا وأثر بشكل كبير على التعليم في ماليزيا. الآن يعني من حق يعني هذا القائد العظيم أن يعني نخصص له وقفة في هذه المحاضرة، حنتكلم عن هذا الدكتور مهاتير محمد. وعلى فكرة يعني احنا عندنا عبر التاريخ الكثير من الشواهد التي تدلل أن هناك يعني شخص واحد، هذا الإنسان يعني بيكون متميز قائد، إنسان بيحمل هو فكر قوي جدا، بإمكان هذا القائد أن يغير يعني كل طابع الأمة. يعني عندكم شواهد في هذا الموضوع؟ مين تذكر لبعض الشواهد؟ تفضلي. إنه يعني إنسان أو قائد غير كل وجه الأمة. تفضلي. ممتازة جدا. يعني هذا اسمه من العوامل الأيديولوجية المهمة بالنسبة للتغير الثقافي، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال على قائد عظيم غير كل حال الأمة العربية، يعني نقلها من اللي هو الجهل والظلام إلى سيادة الأمة العالم كله. فهذا طبعا يعني مثال واضح جدا. عبر التاريخ في عندنا شخصيات عظيمة، يعني شخصية كان لها يعني التأثير العظيم في تغيير الأمة. مين تذكر لبعض الأمثلة؟ تفضلي مروة. ممتاز جدا. القائد صلاح الدين الأيوبي يعني غير كل الواقع الإسلامي في ذلك الوقت، يعني الواقع المنهزم السلبي، يعني خرج هو المسلمين من دائرة الهزيمة إلى الانتصار، كلنا عارفين هذا الكلام. في عندنا بعض اللي هو القادة والزعماء الفكريين يعني عند العرب وعند المسلمين كذلك. في الصين كان هو الإمبراطور ماو تونغ له أثر واضح على تقدم الصين، وله يعني كان أثر في التعليم. عندنا كذلك في اليابان حندرس على الإمبراطور ميجي، يعني هو أثر على التعليم وأدى لتقدم التعليم بشكل ممتاز جدا. هنا يعني لنا وقفة كما نرى مع الدكتور مهاتير محمد، وهو من أعظم القادة السياسيين والاقتصاديين في آسيا. نأخذ الآن نبذة سريعة عنه، حتى أنه فكره يعني يمثل مثال لكل اللي هو القادة والزعماء في جميع أنحاء العالم. ماذا فعل مهاتير محمد؟ يعني بس نرجع لحياته مرة ثانية، هو يعني بدأ حياته كطبيب لأنه درس الطب في ماليزيا واشتغل به فترة من الزمن، ولكن طبعا فكره المتوقد ونشاطه العظيم وعزيمته الجبارة دفع وغيرته طبعا على واقع الأمة الماليزية والأمة الإسلامية بشكل عام، دفع به إلى ميدان السياسة. فدخل في اللي هو انتقل العمل السياسي، تولى في البداية وزارة التربية والتعليم، ولذلك كان له بصمات واضحة على التعليم يعني وقت ما كان وزير، ثم لما أصبح رئيسا وزراء فيما بعد. فترة رئاسته زي ما قدمنا سابقا كانت طويلة جدا، 22 سنة من سنة 1981 حتى 2003. ولكن بعد انتهاء يعني فترة يعني كل مرة كان يجددوا له فترة، أو يعني الشعب يطالب فيه إن هو يعني يظل على سدة الحكم، لأنه طبعا أثبت كفاءته العالية، هو يعني صاحب أو هو الأعطى ماليزيا الوجه الحديث. فبعد انتهاء آخر فترة يعني هو تخلى عن الحكم بمحض اختياره، رغم أن العديد من الزعماء يعني أصروا وألحوا عليه أن يبقى في الحكم، نظرا طبعا
للي هو الانجازات العظيمه التي انجزها، ولكن هو تخلى عن الحكم ويعني اراد ان يتولى غيره قيادات شابه. قارني يعني هذا بس الموقف لحاله، ممكن نقارنه مع واقع اللي هو زعماء العرب حاليا. اكيد كلنا يعني بنتابع الاخبار وبنعرف انه رغم المطالبات الشعبيه والشعب كله يريد اسقاط النظام، لكن الزعماء طبعا العرب اللي مروا معنا سابقا واللي ما زال بعضهم لحتى الان يعني متمسك بهذا الحكم الظالم الاستبدادي، يعني هو ترك الحكم، كان بامكانه يضل فتره طويله، خاصه بالشعب يعني لا يريد اسقاطه بل انه هو يريد ان يظل هذا القائد العظيم حاكما له، ويداوم حاليا في اللي هو مكتب الرؤساء المتقاعدون من اجل تقديم النصيحه والمشوره، ففعلا هذا قائد عظيم. من اشهر مشاريع هذا القائد اللي هو مشروع ماليزيا 2020. ما المقصود بهذا المشروع؟ 2020 هل هذا العام بلغنا؟ ليس بعد، بعد 9 سنين. ما المقصود ماليزيا 2020 حسب رأيك؟ تفضلي. تصورات لماليزيا 2020 أو الخطوات اللي ممكن ينجزها عشان يحقق ماليزيا ممتاز، يعني في صورة لماليزيا المتقدمة المتطورة، ماليزيا القوية، يعني ماليزيا الحديثة كيف حتكون في 2020؟ يعني هذه بسموها تربية المستقبل أو إعداد خطة مستقبلية بخطوات واضحة مرسومة. حتى هو ترك هذه المنهجية الواضحة لمن أتى بعده، يعني الرؤساء اللي أجوا بعده وجدوا الخطوات واضحة، يعني هو بدأ المسيرة واللي بعده حيكمل على نفس الخطوات إلى أن تصل فعلا ماليزيا إلى يعني قمة التقدم في هذا العام. فيعني الخطة واضحة جدا. ما هي جهود بالضبط الآن حنسلط الضوء على التعليم في ميدان التعليم أو في تطوير التعليم؟ أيضا من ضمن هذه الخطة الشاملة ماليزيا 2020 كان هناك خطة يعني زاوية من هذه الخطة بالنسبة للتعليم، كيف حيكون التعليم في 2020؟ في خطوات كثيرة احنا أوجزناها بالخطوات الوسيرة جدا، الآن تأملوا معي في هذه الإجراءات العملية التي نفذها وطبقها فعلا هذا الدكتور العظيم مهاتير محمد واللي أدت إلى تطوير التعليم بشكل واضح. حنبدأ في أول خطوة، يعني هو استلم التعليم لما كان وزير، ثم لما أصبح رئيس الوزراء استلم التعليم وكان وضعه متردد جدا. تخيلوا سنة 1970، يعني قبل كم سنة؟ 40 سنة تقريبا، اللي يعني كل العالم كان ها متطور، يعني 1970 ليست بعيدة جدا. ماليزيا كانت نسبة الأمية فيها 47%، يعني نصف الشعب أمي. ذكرت ربا في الإحصائيات اللي قدمتها كيف كانت نسبة البطالة، كيف كانت نسبة الفقر في ذلك الوقت، يعني ماليزيا كيف كانت؟ يعني معظم الثقة تحت خط الفقر، يعني كانت يعني من الدول ليست النامية فقط وإنما الدول الفقيرة. يعني هذه النهضة الشاملة زي ما حكينا بدأت من التعليم، عمل مشروع عظيم جدا، وهو طبعا لابد من اللي هو استعارة اللي هو الخبرات الغربية والخبرات الأجنبية النافعة في مجال التعليم. فابتعث نصف مليون طالب ماليزي درسوا في الجامعات الغربية في أوروبا في أمريكا. للأسف طبعا الواقع العربي ما بي يعني بيسمح باستقبال طلبة يعني أجانب من أجل يعطيهم المزيد من المعرفة، مع أنه العكس اللي كان قديما، كانوا الطلبة الأجانب وين يدرسوا؟ في جامعات المغرب وجامعات الأندلس. فهذول درسوا في العالم الغربي المتقدم ثم رجعوا مرة ثانية إلى بلدهم الأصلي ماليزيا وبدأوا اللي هو في عصر نهضة التعليم. هذه الأولى. الثانية الأمية كتير كانت نسبتها، فكان لابد من إقرار نظام إلزامية التعليم حتى يعني شوفي كيف هو تأثر في أي سياسة تعليمية زي ما حكينا، سياسة تعليم بريطانية، أنه الإلزامية ليست مجرد شعار وإنما يعني قانون عملي، فصار فيه اللي هو تطبيق عقوبات على الآباء اللي ما بيرسلوا أبنائهم للمدارس، لدرجة الأمية الآن أصبحت نسبة يعني هذه النسبة يمكن قديمة شوي 1%، حاليا لا تكاد تذكر. ثم في اهتمام بالمتفوقين من المعلمين، لأن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وإذا صلح المعلم حيصلح اللي هو اللي تصلح المدرسه ويصلح المجتمع كله بشكل عام. فلذلك الاهتمام بالمتفوقين، يعني المعلم اللي بيقدم انجاز، اللي بيقدم مشروع ممتاز، بيقدم خطه لتطوير التعليم، يعني ايش حيكون طبعا هناك تحفيز وتشجيع له من خلال جوائز ماديه. وكذلك الطلبه المتفوقين المتميزين كان لهم مدارس خاصه وكان لهم تشجيع خاصه في اي مواد، في العلوم والرياضيات، لانه احنا اتفقنا ان العلوم والرياضيات هما اساس التقدم. على فكره سنه 1999
كانت ماليزيا في مسابقة رياضيات مرتبتها 19 على مستوى العالم. يعني في ذلك الوقت كان ممتاز، كان 47 دولة في مسابقة رياضيات، وكانت هي من الدول تعتبر نوعا ما المتقدمة. في كان مشارك بعض الدول العربية، لكن للأسف كانت اللي هو مرتبتهم 46 وفي 45. فشوف كيف ماليزيا متقدمة أكثر بكثير. كذلك في اهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية كما وكيفا، ليس التوسع مجرد توسع رقمي، وإنما تطوير اللي هو المدارس. من صور التطوير طبعا في كثيرة، بس من صور التطوير اللي أعجبتني لما أنا قرأت عنها اللي هو مشروع يسمى مشروع المدرسة الذكية. تصوروا إيه؟ ما هي سبب هذه التسمية؟ لماذا سميت المدرسة بهذا الاسم؟ طبقت في ماليزيا كتجربة ثم نجحت. الآن معظم المدارس يعني التحقت بهذا المشروع اللي هو مشروع المدرسة الذكية. التسمية ما يعني سببها وما هو جوهرها حسب اللي هو وجهة نظركم؟ تفضل يا ربا. ممتاز، صح. يعني على أساس هذه المدرسة يعني ذكية، بتعرف الغرفة الذكية في الجامعة؟ يعني لماذا سميت هذا الاسم؟ لأنها مزودة باللي هو طبعا اللي هو التكنولوجيا الحديثة اللي منها الحواسيب ووسائل الاتصال اللي هو الحديثة جدا. فهذه المدرسة حنشوف بس معلومات عنها سريعة ونرجع لها، ما هي المبادئ اللي تقوم عليها؟ هذه مدرسة مزودة بأحدث وسائل الاتصالات التكنولوجية واللي منها طبعا هي الحواسيب. فالحواسيب موفرة لجميع الطلبة، مشبوكة طبعا كلها بشبكة الإنترنت، من باب تشجيع التفكير لدى الطلبة وتطوير مهارتهم في البحث. يعني الطالب غالبا هو اللي بيبحث عن المعلومات لما يصلها. هذا بذكركم في الدراسة في أي مدارس، في الدول اللي درسناها سابقا، دول متقدمة جدا مثل الصين، بريطانيا، أمريكا. يعني هي ماشية على نفس النهج على أساس اللي هو طبعا توظيف التكنولوجيا في اللي هو تحقيق أهداف عملية التعليم والتعلم. يعني المدارس يعني كلها متوفر فيها الحاسوب، شبكة إنترنت، في تحفيز للطلبة أنهم يستخدموا اللي هو الإنترنت في البحث والوصول أو تعلم برامج جديدة. وكذلك المدرسة في بينها وبين الأسرة وبين المجتمع كذلك في اتصال مباشر عبر اللي هو شبكة الإنترنت. ممكن أولياء الأمور يطلعوا على تقارير خاصة بالطلاب من خلال شبكة الإنترنت، يطلعوا على مثلا علاماتهم، درجاتهم، على اللي هو يعني سلوكياتهم بالضبط، ملاحظات المدرسين. كذلك المدرسة تتواصل مع مؤسسات المجتمع من خلال هذه الشبكة، ولذلك أطلق عليها مصطلح المدرسة الذكية. حاليا يعني هذه الخطة طبقت وتقريبا يعني شملت جميع المدارس الماليزية. وكذلك من الخطوات أو الإجراءات العملية الممتازة جدا اللي هي توجيه التعليم للحاجات الحقيقية للبلد. فمثلا التخصصات الجامعية، ويمكن كلنا بنعاني من هذه النقطة، أن التخصصات الجامعية طبعا غزة لها يعني وضع خاص، يعني لا تتناسب مع حاجات سوق العمل. في عندنا كساد في أي تخصصات مثلا؟ في تعليم الأساسي يعني كان مطلوب حصير كساد فيما بعد، صح؟ لأنه قد أشبعت الحاجات. طيب إيش في عندنا كمان؟ في الهندسة كذا، يعني الهندسة أقرب مثال. يعني كثير من الطلبة كانوا مقبلين على تخصص الهندسة بكافة طبعا أقسامه، على أساس أنه هذا التخصص كان في فترة من الفترات كان حيوي، وطبعا يعني بيضل التخصص يعني من أرقى التخصصات الموجودة عندنا. ولكن حاليا في كساد بسبب اللي هو الظروف. فعموما هل في ترشيد للتخصصات الجامعية؟ يعني كلكم قبل المرحلة الثانوية تجدي أنه في ترشيد واضح من قبل هيئات رسمية أو غير رسمية؟ للأسف نحن نفتقد هذا الموضوع، فكثير يعني كثير منا يقع في مأزق بعد تخرج من الجامعة، إنه بتخرج من الجامعة ممكن بمعدل عالي جدا، ممكن يكون ممتاز الأول على الدفعة، ولكن لا يجد له مكانا في سوق العمل، فالتخصصات لا تنسجم مع المتطلبات. فطبعا ماليزيا حاولت إنها تتخطى هذه العقبة، وأنها تكون التخصصات الجامعية تماما منسجمة مع سوق العمل. يعني خريج جامعة بعد ما يتخرج من الجامعة يجد له مكانا يعني شاغرا ينتظره. احنا الآن بس نكمل، ما هي أهداف التعليم في ماليزيا؟ هذه هي على أساس نتوقف في هذه الشريحة. الأهداف هل أصبحت واضحة لنا؟ ما الهدف من التعليم في ماليزيا قبل ما نستعرض لنا في الشريحة؟ ما الأهداف؟ الأهداف من التعليم، تفضلي يا روان. إعداد الفرد متكامل الشخصية بجميع الجوانب. ممتاز، طبعا الاهتمام بكل جوانب الفرد. احنا أكدنا عن نقطتين، يعني أنه ماليزيا تسعى نحو التحديث والتطوير، ولكن هل هي تخلت عن ثقافتها الإسلامية؟
عن هويتها. إذا فينا تعميق للحس الوطني للثقافة الإسلامية، رغم أن يعني الطابع يعني أو يعني عدد المسلمين هناك 60% فقط، يعني في 40% ما يقارب النصف من سكان ماليزيا غير مسلمين، لكن هي طابعها الإسلامي واضح جدا. لماذا؟ لأنه دائما طبعا لابد من أجل بناء إنسان، يعني إنسان سوي، إنسان يكون عنده انتماء للوطن، وإنسان يكون متفاني ومخلص لوطنه، لابد من التركيز على الثقافة القومية لهذا المجتمع. ثم الإعداد كما نرى، الفكري، التحديث، الاهتمام من الجانب المهني، كل هذه الأمور واردة وإن شاء الله سنلاحظها في مراحل التعليم فيما بعد. وكذلك التركيز على أي جانب، يكون هذا الإنسان ديناميكي، يكون عملي ويكون نشيط كذلك. وطبعا هذا كله يصب في خدمة المجتمع. سنتوقف عند هذا الحد في هذه المحاضرة، سنكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله مراحل التعليم في ماليزيا وإدارة التعليم وتمويله. السلام عليكم.